السلام عليكم، حياكم الله في مزاج بودكاست. هذه الحلقة هي بعنوان البحث عن السعادة. في منكم حس إحساسي هذا؟ لما أكون في الشارع ماشية ولا أسوق سيارتي ويهم قلب معابس وحتى الابتسامة معدومة، أشوف عامل بسيط جداً راجع من شغل العصر وأدري إنه بداية يومه من الفجر، يركب من باص لباص عشان يوصل شغله، تكون ابتسامته عريضة، لا يضحك من كل قلبه. وقتها أحس وكأن أحد صفعني صفعة تصحيني من هالنوم. أطالع هالعامل البسيط وأحس إنه ملك الدنيا كلها، وكم السعادة اللي يعيش لحظتها غير عادي. أسأل نفسي بصوت عالي وكأني مجنونة، أنا بوزي طول خرطوم الفيل وضايق خلقي حيل وقلبي مقبوض، لو الابتسامة تنشرع كن شريتها. أنا عندي كل شيء، سيارتي اللي سايقتها على قولتهم 7 راكب وبروحي وهام مبوزة، والريال البسيط من باص لباص وابتسامته كبر السماء. أنا وظيفتي فوق الممتازة وراتبي عالي ومقلقة، والريال البسيط أكيد راتبه بسيط جدا ومع هذا هو سعيد. أنا صحتي عال العال ولله الحمد، وبوزي شبرين، والعامل مشيته وحركته فيها مشكلة صحية ومع هذا مبتسم. أنا بنت البلد وكل أموري متيسرة وما حاتي فلوس إقامة ولا شيء، وحواجبي تعورني من كثر العبوس، والريال وراء مصاريف إقامة وعلاج وسكن وأكل ويحول حق عائلته بعد ببلده. مع هذا أشوفه مبتسم وهادي، تعتقدون شنو السبب؟ في يوم من الأيام واحدة من معارفي بلغتني عن حالة عائلة متعففة محتاجين مصاريف مدارس خاصة لعيالهم، وواصلين مرحلة هالمدرسة انهم يطردون اليهال واهلهم لا حول لهم ولا قوة. على طول وبدون تفكير عطيتها الفلوس كاملة. بعد يومين اتصلت فيني وهي تقول إن الناس يشكرونك وإن دفعنا المصاريف والأهل وايد طايرين ويدعون لك بالخير، وايد فرجتي عنهم، الله يفرج عنك كرب الدارين. لا شعوريا دموعي انزلت وبديت أبكي من غير وعي لين ارتحت وتنفست وابتسمت. ابتسمت ابتسامة نوعها وطعمها غير، أول مرة أحس بحلاوتها، نوعها مميز وجديد علي. انتبهت لتوقيتها الابتسامة يا مع نتيجة مساعدة ناس محتاجين. أعتقد أني عرفت السر اللي طول حياتي أدور عليه والسعادة الحقيقية. أنا لما كنت أسافر وألف العالم أقط فلوس مني ومناك وتعب جسدي ومعنوي أكون سعيدة لكن بشكل مؤقت، بس أرجع الديرة يروح كل هالإحساس وتروح كل هالوناسة. لما أطلع للمطاعم والكوفي شوبات والسينمات أكون سعيدة ووقتي تمام التمام، بس أرجع البيت يتبخر هذا الشعور. عجيب، يعني لاحظوا هذا الفرق بقطة الفلوس. الفلوس اللي أنا منحتها للصدقة وإني أكون سبب في تفريج الغمة على عائلة كاملة رسم على وجهي ابتسامة جديدة لذيذة وسعادة ترست قلبي حيل. تم معي هذا الشعور أيام بدون مبالغة. الحين عرفت السر، لكن ودي أسوي موازنة بحياتي. أقول لكم شلون، يعني لما أسافر للوناسة كالعادة أزيد نهج جديد، أحرص على مساعدة المحتاجين في البلدان اللي أزورها، كذي قلبي يرتاح وأستانس عدل بالسفرة ويستمر هالشعور لين أرجع بلدي. نفس الشيء وأنا ببلدي أحرص يوميا أني أبدي يومي بصدقة حق أي أحد يصادفني. هذا العمل
يشعرني بالسعادة بشكل يومي. أكون خفيفة سعيدة ومنشرحة القلب طائرة من الفرح. واجب كان المفروض أسويه من زمان، لكن ما كنت أعرف السر. لكن اليوم أشارككم هذا السر العظيم للسعادة والشعور بالفرح. عليكم بالصدقة ولو بالقليل، 100 فلس افتتح فيها يومك، صدقني راح تحس بالسعادة الحقيقية. يلا أقول لكم مع السلامة وفي أمان الله، نشوفكم على خير إن شاء الله.